وصفة البرغل بالطماطم. البرغل بيجي بالصورة دي حبايبي، ناشف، حبيبات ناشفة كده، شبه قوي السكر البني اهو، وحبيبات ناشفة خالص اهي. بنعمل فيه ايه؟ بنجيب مية سخنة او مية دافية، مش لازم سخنة يعني، ممكن دافية، بس احب استخدم السخنة ليه؟ لانها بتفرق معايا في الوقت، بتنجز لي الوقت شوية. لا ده هيقع كده. واحط فيه البرغل زي ما هو كده، ما بيتغسلش ولا اي حاجة. اوكي، الانواع الجديدة اللي في السوق دلوقتي نضيفة فلة، واسيبه لحد ما يشرب ميته، بيتضاعف حجمه مرتين ثلاثة. اقوم لو في كمية مية زيادة اعصرها بايدي في المصفى، ويبقى عندي برغل منقوع. ممكن استخدمه للتبولة او لاي نوع من انواع السلطة، او ممكن هنطبخه بقى زي ما احنا هنعمل دلوقتي. المقادير: برغل، طماطم عادية خالص مش مسلوقة ولا اي حاجة فريش، بس انا مقشرة القشرة من عليها من غير ما اديها بلانشيف مية سخنة ولا اي حاجة خالص، مقشرها وهي فريش. بقدونس مفروم، طبعا ممكن البقدونس ده يبقى اي نوع خضرة انتوا بتحبوها. بصل احمر مبشور ناعم جدا، صلصة طماطم، ثوم مفروم، سكر، ملح وفلفل، وزيت زيتون. دي المقادير بمنتهى البساطة، ووصفة لطيفة جدا جدا هتعجبكم قوي ان شاء الله. هنعمل فيها ايه بقى؟ سخنا الحلة بتاعتنا، هننزل بسم الله البصل، الصلصة، الثوم، السكر، البقدونس. شوفوا وصفة سهلة وسريعة ازاي، واللي على فكرة البرغل ما بياخدش نقع اكتر في الوصفة دي من 10 دقايق ربع ساعة، لان انا لسه هسويه في التبولة بنقعه اكتر شوية لاني هستخدمه منقوع بس، فلازم انقعه فترة اطول، لكن ده انا كده كده هسويه فمش محتاجاه فترة طويلة منقوع. هحط ملح وفلفل وزيت زيتون، وبعدين هقوم واخده الطماطم بايدي كده من غير كاتنج بورد ولا اي حاجه، لان انا ايه عايزاها قطع يعني مش صغيره قوي، ومش عايزاها قد بعض قوي، انا عايزاها بشكل ايه. ناخد بقى كل ده تقليبه على النار عشان نبتدي نضيف له البرغل، وبعد كده بنبتدي يعني المية بنستخدمها بحذر شديد جدا. المية بنستخدمها بحذر شديد جدا لان انا مش عايزاه يبقى بعد كده مهري كده ومعجن في بعضه، انا مش عايزة النتيجة دي. ده كله ده استوى خلاص دلوقتي قبل ما انزل البرغل، والبرغل ممكن اكله دلوقتي حالا وهو منقوع في المية، فانا مش محتاجة مدة طويلة قوي في الحلة هنا، ولذلك مش محتاجة سائل كتير قوي برضو. ننزل البرغل مع الخضار اللي احنا سويناه مع بعضه كويس جدا اهو، وابتدي اقلب. الاول اوزع البرغل مع الخضار كويس جدا جدا، وافك اي تكتل موجود في البرغل، وده بيتفك عادي جدا بايديكوا او بظهر الاسباتيلا بمنتهى السهوله زي ما انتوا شايفين كده. بس خلاص حلو جدا. ابتدي بقى احط عليه شويه ميه صغيرين جدا بس يكونوا مغليين، واسيبه يستوي مع الخضار. الميه يعني هزودها ربع كوبايه سخنه بربع كوبايه سخنه حسب الحاجه، علشان ما يزيدش معايا زياده عن اللزوم. بس طبعا ده عشان احنا حاطين له صلصه وطماطم زي الرز بالظبط، بيطلع اطرى شويه من الرز المفلفل العادي اللي من غير طماطم وصلصه، لكن هي نفس الفكره وهيطلع طعمه حلو جدا. تعالوا بس ندوقه الاول علشان نقرر اذا كنا محتاجين نزود له حاجه. بسم الله.
مش محتاج اي حاجه، تحفه.